مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإليكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. النصف الأول من هذا الأسبوع بنتأثر بكتلة هوائية حارة وبالتالي أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، لكن اعتبارا من النصف الثاني من هذا الأسبوع ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم أيام الأسبوع ونبدأ بيوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على الأقل ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 34-35 راح تكون العظمى والصغرى بحدود 24، المرتفعات الجنوبية 32-21، الأغوار البحر الميت 42-27 أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، والأغوار البحر الميت أيضا والعقبة، العقبة أجواء شديدة الحرارة 41-24، والبادية الجنوبية الشرقية 35-22، والبادية الشرقية 36-22 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ذروة الحالة الجوية الحارة ستكون يوم الاثنين، ويوم الاثنين هو أحمى يوم تقريبا خلال أيام هذا الأسبوع. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية، المرتفعات الشمالية العظمى 41 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 38-39 والصغرى 23، المرتفعات الجنوبية 33-17، الأغوار والبحر الميت والعقبة 42 العظمى والصغرى في الأغوار 28، لكن الصغرى في العقبة 24، البادية الجنوبية الشرقية 38-23 والبادية الشرقية 39-25 درجة مئوية. يوم الثلاثاء إن شاء الله بداية الانخفاض تدريجي على درجات الحرارة، لكن تكون أو تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وتبقى الأجواء حارة نسبيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3-5 درجات مئوية، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 33-21، المرتفعات الجنوبية 30-18 والأغوار البحر الميت 41-27 درجة مئوية، أجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 41-25، البادية الجنوبية الشرقية 36-23 والبادية الشرقية أجواء حارة 41-25 درجة مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، أجواء راح تكون يوم الأربعاء معتدلة إلى حارة نسبيا، المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 33 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 32-21، المرتفعات الجنوبية 30-18 والأغوار البحر الميت 41-27 وخليج العقبة أيضا أجواء حارة كالأغوار 41 العظمى والصغرى 26، البادية الجنوبية الشرقية 35-22 والبادية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 42-25 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء حارة نسبيا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 32-22 والمرتفعات الجنوبية 30-18 والأغوار البحر الميت 42-28 أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، كذلك أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في العقبة 42-26 والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 34-22 والبادية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 41-24 درجة مئوية. يوم الجمعة انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما
بين 2 إلى 3 درجات مئوية. أجواء معتدلة إلى حار نسبيا في النهار لكنها لطيفة بالليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 31-18، والمرتفعات الجنوبية 29 إلى 16، والأغوار البحر الميت 41 إلى 27، أجواء حارة، وحارة أيضا في العقبة 41 إلى 24، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 34-20، وحارة في البادية الشرقية 40 إلى 24 درجة مئوية. وبالتالي بناء على هذه الأحوال الجوية الحارة خلال أيام هذا الأسبوع، ينصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، كذلك عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات، وعدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات لفترات طويلة. وأيضا نرجو من الجميع شرب كميات كافية من السوائل، وأيضا لباس ملابس قطنية فضفاضة، وأيضا عدم رمي أعقاب السجائر على المناطق العشبية الجافة. أعزائي، نتمنى للجميع السلامة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع